ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مهندس عادل بشارة، خبير الطاقة المستدامة وتغير المناخ. دكتور عادل، إزالة الكربون هو العنوان الأبرز في هذه الفعاليات اليوم في قمة COP27. ما هي الحلول الناجزة التي يمكن أن نتخلص فيها من الكربون وانبعاثاته والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة؟ اولا مساء الخير يا فندم بحضرتك وبالساده المشاهدين. هو انا بس عايز اعقب على حاجه صغيره. احنا دلوقتي لما بنتكلم على خفض الانبعاثات الكربونيه، الحقيقه بنتكلم على نشاطين متكاملين لكن مختلفين. اول نشاط ان انا أغير الوقود اللي أنا بستعمله من وقود يتسبب في إطلاق أو توليد غازات كربون إلى وقود نظيف أو مصادر طاقة نظيفة لا تتسبب في إصدار انبعاثات كربون، وبالتالي هنا أنا بقلل من الانبعاثات المستقبلية للكربون. نعم. وده هيساهم في عملية خفض انبعاثات الكربون او اللي بيسموه بالانجليزي ديكربونيزيشن. ده الشق الاول، والشق الاول ده الحقيقه هو اللي عليه تركيز كبير من سنوات، من اول ما بدانا نهتم بمساله خفض انبعاثات الكربون وتقليل الانبعاثات لخفض الاثار الضاره لتغير المناخ، وبدانا نتكلم بقى على الطاقه الجديده والمتجدده ومسائل ترشيد الطاقه لخفض الاستهلاك الكلي من الطاقه، لان الطاقه بتتسبب في الانبعاثات بنسبه 70% على مستوى العالم وايضا على مستوى مصر. احنا تقريبا مصادر الطاقه التقليديه اللي انا بحرقها سواء لتوليد الكهرباء سواء في العمليات الصناعيه المختلفه او حتى في وسائل الانتقال ووسائل النقل وخلافه والمعدات كلها ايا كانت، دي بتسبب حوالي 70% من انبعاثات الكربون. اذا لو انا قدرت الاقي مصادر بديله لهذه الطاقه تكون طاقه نظيفه، فده هيخلي الانبعاثات تقل بدرجه كبيره جدا ومؤثره، وبالتالي هقدر اروح ناحيه تحقيق الهدف الذي اتفق عليه العالم في مؤتمر كوب اللي كان في 2015 في باريس، اللي اتفقوا فيه ان احنا نحاول نحد من انبعاثات الكربون بما يضمن ان الدفء العالمي او ارتفاع درجه حراره الغلاف الجوي حوالين الكره الارضيه لا يزيد عن درجتين، ونهدف الى أن نحده إلى 1.5، وده اللي اتفق عليه العالم كله كنوع من الاتفاق أو الالتزام أو التعهد. وبالتالي بقى ده اللي هو تخفيض انبعاثات الكربون من المصادر اللي بتطلق كربون دلوقتي. طيب دكتور عادل، هذا ما يجب أن يكون، لكن ما هي الخطوات الفعلية على الأرض؟ يعني الأوراق والأبحاث تتحدث وتخرج بالنتائج العلمية التي يمكن تطبيقها، لكن أين التطبيق الفعلي بالقدر المطلوب؟ هو ده بقى اللي مهتمه بيه هذه القمه في شرم الشيخ. بس خليني اكمل حته صغيره. الشق الاخر من الخفض هو ان احنا نزيل ما هو موجود حاليا من انبعاثات، بالكلام اللي حضرتك لسه قلتيه دلوقتي ان في ابحاث علميه وفي تكنولوجيات وخلافه، ان احنا نمتص ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في الغلاف الجوي دلوقتي ونطلع بيه منتجات جديده من ماده غاز ثاني اكسيد الكربون نفسه الضار. هقول لحضرتك حاجة بسيطة دلوقتي، في دول كثيرة بدأت تصل إلى إنها تاخد ثاني أكسيد الكربون وتدمجه مع مواد أخرى وتطلع منه طوب بناء. فهو ده بقى اللي إحنا أو في ناس بتعمل عملية دلوقتي إنها تاخد ثاني أكسيد الكربون وتضخه في آبار تحت الأرض تحبسه. يعني عايز أقول هناك أيضا الشقين، إن أنا أخفض مستقبليا في الأنشطة اللي احنا بنقوم بيها، وايضا اني اقلل من ثاني اكسيد الكربون المتواجد حاليا حول المحيط. نعم. الحد من من المسببات والوصول الى مصادر بديله وخفض القائم. تمام، دي نمره واحد. حضرتك ذكرتي بقى الكلام المهم جدا، وهو ده جوهر الاهتمام اللي مصر حطته كعنوان لهذه القمه.
حضرتك قلتي عندنا دراسات كافية وعندنا تعهدات وعندنا كل الدول بتقول أيوة أيوة أيوة. طب أين نحن من التنفيذ زي ما حضرتك سألتي بالضبط على أرض الواقع؟ المشكلة ظهرت لما بدأت في جلاسجو يحطوا صندوق تمويل، والتمويل ده اتحط له مبلغ مؤقت 100 مليار جنيه في السنة، والدول عملت تعهدات انها تدفع علشان الدول الفقيرة واللي تحت ادنى من حد الفقر وهي المضارة بصورة اكبر نقدر نساعدها انها تتلافى الضرر اللي وقع عليهم من عطش ومن 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 تصحر ومن 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 امراض وخلافه، ان ازاي نساعدهم ان هم يقدروا يتعايشوا مع هذا الضرر اللي هم ما كانش ليهم ذنب فيه، الذنب للدول الصناعيه. طيب هنا بقى بدات الفلوس لا تتوفر، وبالتالي كل التعهدات والالتزامات تجاه الدول الفقيره والدول الناميه واللي في طور النمو انها لا تتحقق. فبدات هنا المشكله ما بين العالمين المتقدم والاخرين. ومن هنا ظهرت ان السنه دي بما ان مصر بتمثل افريقيا في عقد هذه الكوب، وافريقيا من اكبر المناطق المضاره وتحديدا ايضا منطقتنا في شمال افريقيا من اكبر المناطق المضاره، قلنا لا وقف كفايه كلام وعايزين نبدا في التنفيذ. نعم، لكن الامكانات ليست واحده، يعني مصر خطت الخطوات الواسعه في مجال الطاقه المتجدده والنظيفه، وافتتحت المشروع الخاص بتصنيع الهيدروجين الاخضر في المرحله الاولى منه، لكن الدول الافريقيه تئن تحت وطاه المعيشه البسيطه، ربما تحت خط الفقر، والموارد الطبيعيه فيها على الرغم من إمكانية استغلالها إلى أنها لم تستغل حتى اللحظة بالشكل الأمثل. إذن ما تفعله الدول الإفريقية والدور المصري في هذا الصدد كقاطرة للقارة الإفريقية بدولها؟ حضرتك لمستي نقطة مهمة جدا. الحقيقة احنا كنا يعني من سنوات قليلة كنا بنرأس القمة الإفريقية وأيضا المراكز المتخصصة لتغير المناخ وخلافه، بعضها مقره هنا في القاهرة، وبالتالي القاهرة بقت نمرة بتقوم بدورين. دور انها مركز توصيل وتجميع المشاكل الموجودة في افريقيا ونقلها الى الاخرين، وده مهم جدا ان يبقى في حد بيتكلم باسم القارة الافريقية وعنده تجارب فهو فاهم بيقول ايه. نمرة اتنين بقى ان احنا بقينا مركز اشعاع ونقل، وده اللي خلى القاهرة او مصر بقت محط انظار كل الدول الافريقيه، وبيجوا يزورونا ويشوفوا التجربه بتاعتنا وعملنا ايه ووصلنا لهذا الحد ازاي. واحنا كمان بدات نوسع مع سواء نقابه المهندسين المصريه او الشركات المصريه توسع اتصالاتها بافريقيا عشان نمد ذراع المساعده ونقل المعرفه اللي احنا اكتسبناه في مصر الى اخواننا في افريقيا، وهم محتاجين ده، واحنا اكثر من الاوروبيين والامريكان والصينيين ان احنا لان بنتواصل بمنتهى البساطه مع بعض ان احنا نقدر ننقل هذه التجارب وننمي المنطقه دي. ومن هنا بدا دور ان احنا دلوقتي بيعملوا نوع من الصناديق